وزي ما وعدتكم في الفيديو اللي فات ان الفيديو ده هيكون جولة خاصة في شاطئ المعمورة. هنعرف في الفيديو ده عن شواطئ المعمورة، وهنعرف الفرق ما بين الشاطئ العام والشاطئ الخاص، والأنشطة والألعاب اللي موجودة هنا، وكمان تجهيزات الشاطئ. أهلا بيكم في قناة إيجي تورينا. لو أول مرة بتشوفوا القناة، أنا مرشدة سياحية وبعمل فيديوز عن أماكن سياحية وأثرية في مصر. لو عجبتكم القناة اضغطوا دلوقتي على سبسكرايب علشان توصلكوا كل الفيديوز اللي ممكن تكونوا بتدوروا عليها، وما تنسوش تفعلوا الجرس علشان توصلكوا الفيديوهات أول بأول. وزي ما تعودنا في كل الفيديوز ان احنا بنعرف كل حاجة هنا بالتفصيل. اول حاجة كده، علشان تدخل شاطئ المعمورة فانت بتعدي من البوابة الرئيسية بتاعة المعمورة. زي ما احنا شايفين دي البوابة الرئيسية، وهنا بتدفعوا تمن الدخول للمعمورة ب30 جنيه الفرد الواحد. ولو حابين تعرفوا اكتر عن المعمورة هتلاقوا اللينك موجود في الديسكريبشن بوكس وهيظهر لكم دلوقتي فوق. بتفضلوا ماشيين لحد ما بتوصلوا للشارع هنا او للشاطئ. شاطئ المعمورة هو طبعا كله بيبقى عبارة عن شارع، وفي بوابات مختلفة، بوابة واحد، بوابة اتنين، بوابة تلاتة. اللي بيفرق في البوابات هو تجهيز الشاطئ نفسه، لكن الشواطئ هنا او اللي نقدر نقول البحر هنا كله واحد، هي نفس المية، لكن اللي بيفرق هو تجهيز الشاطئ نفسه. دي بوابة الشاطئ اللي احنا هندخل منها، مكتوب عليها المعمورة. اول ما بتدخلوا بتقطعوا التيكت. التيكت هنا للفرد بيبقى كرسي وشمسية وفي ترابيزة، بيبقى سعره 75 جنيه. الشاطئ التاني بيبقى برايفت اكتر، بتبقى سعر التيكت فيه للفرد الواحد 150 جنيه. وفي الفيديو ده هنعرف ايه الفرق ما بينهم هما الاتنين. الشاطئ ده بيطلق عليه الشاطئ العام لانه بيبقى اقل تكلفة من الشاطئ الخاص، اللي هو التيكت بتاعته ب150. زي ما احنا شايفين تجهيزات الشاطئ كلها نظيفة على اكمل وجه، بيبقى مستوى النظافة هنا عالي. بنلاقي هنا المهتمين المسؤولين بالشاطئ دايما بيهتموا بالنظافة. زي ما احنا شايفين في حد بياخد باله من الكمامة اللي بتبقى موجودة، ودايما بيشلوها اول باول. وطبعا احنا بنتمنى ان مستوى النظافة يزيد، مش بس على المسؤولين ان هم ياخدوا بالهم من الموضوع ده، لكن على كل شخص مننا ان هو يخلي باله من الكمامة، ما يرميهاش سواء في الارض في الشارع او حتى في المية، بالذات طبعا في المية لان ده بيؤدي لتلوث البحر. وكمان في كتير من الاجانب لما بيجوا لما بيشوفوا الكمامة بتبقى في كل حتة، ده ما بيعكسش صورة حلوة بالنسبة لبلدنا. وبالنسبة للشاطئ الخاص بتاع المعمورة بيبقى فيه نفس الكلام، نفس مستوى النظافة عالي جدا. الشاطئ الخاص بيكون فيه نفس الكراسي اللي احنا شايفينها، لكن اللي بتبقى الحاجة الزيادة فيها انه بيكون فيه زي برجولات كده معمولة من الشجر. دي بتبقى فيها قعدات بتبقى مختلفة، بتدي منظر مختلف للشاطئ نفسه. بيكون كمان في ألعاب مائية هنا كتيرة، عندنا مثلا البدلات اللي احنا شايفينها قدامنا، في كمان البنانا بوت، في ألعاب مائية كتيرة. وفي الحقيقة ان هنا مستوى الأمان عالي جدا. ولو انتوا من محبي المغامرات والألعاب المائية فبنصحكم ان انتوا تروحوا البحر الأحمر، هناك هتلاقوا ألعاب مائية كتيرة وتقدروا تستمتعوا اكتر بالشعب المرجانية وكل الأسماك الملونة. هناك في اي بلد في البحر الاحمر سواء شرم او الغردقة او دهب او سفاجة، طبعا انتوا عارفين كل البلاد دي في منتهى الجمال، بتقدروا تعملوا العاب كتيرة زي سنوركلينج، تقدروا تعملوا دايفنج، تقدروا تجربوا البنانا بوت او الغواصة، تقدروا تنزلوا تحت المية وتشوفوا جمال الشعب المرجانية هناك، حاجات نادرة جدا. تقدروا كمان تدخلوا هنا في القناة على البلاي ليست وهتلاقوا قائمة موجودة باسم شرم الشيخ، بتختاروا منها الفيديو اللي انتوا حابين تشوفوه سواء كانت فنادق او العاب مائية، تقدروا تعرفوا ايه هي الالعاب المائية موجودة. وفي فيديو هيظهر لكم دلوقتي تقدروا تضغطوا عليه بعد ما تخلصوا الفيديو ده، وده هيبقى فيه كل الالعاب المائية اللي تقدروا تعرفوها هناك، وكمان ازاي تحجزوها بكل سهولة.
كام ريس كام ريس كام. أجواء البحر في اسكندرية بتبقى جميلة جدا، وهنا في ريحة يود قوية، تقدروا تقعدوا هنا وتستمتعوا بالفيو الجميل. وكمان من مميزات الشاطئ هنا شاطئ المعمورة كله، بيكون شاطئ عائلات، وطول ما انتوا قاعدين بيكون في حد بيعدي وبيبيع الحاجات بتاعته بتاعت البحر، زي الفريسكا والترمس واللب والسوداني، وكمان ألعاب الأطفال بتاعت البحر. وزي ما احنا شايفين ان اجواء الشاطئ هنا جميلة جدا، في عدد كبير من الاطفال مستمتعين بمية البحر، بينزلوا المية او بيلعبوا في الرملة زي ما احنا شايفين، بيعملوا اشكال بالرملة. وكل ما بنيجي البحر احنا نفسنا بنفتكر ذكرياتنا واحنا صغيرين لما كنا بننزل وبنلعب في الرملة، فبتبقى اجواء جميلة جدا بنستعيد فيها ذكريات الطفولة. اكيد دلوقتي عندكم سؤال، امتى نيجي بحر اسكندرية؟ الحقيقة ان بحر اسكندرية في الصيف بيبقى زي ما انتم شايفين زحمة جدا، والشاطئ اللي احنا فيه ده بيكون اقل عدد من الزوار بيكونوا فيه، لانه بيعتبر من اغلى الشواطئ اللي موجودة في اسكندرية. الفترة الجاية هعمل لكم فيديوهات اكتر عن باقي الشواطئ، وخصوصا شواطئ البروفاج، فما تنسوش تفعلوا الجرس عشان توصلكوا كل الفيديوهات اول باول. واسكندرية بتكون بطبيعتها بتبقى زحمة جدا في الصيف، من اول بداية الصيف شهر 5 لحد دخول المدارس، الفترة دي كلها اسكندرية كلها والشواطئ كلها وحتى شواطئ الفنادق كلها بتكون زحمة جدا. عايزة اقول لكم ان الشاطئ هنا اسمه الشاطئ العام، الشاطئ الخاص التاني اللي قلت لكم التذكرة بتاعته بتكون ب150، والبوابة بتاعته جنب البوابة دي بالظبط. الفرق ما بينهم زي ما عرفنا فروقات كتيرة في الفيديو هنا، فاضل فرق واحد هنعرفه، انه الشاطئ العام هنا ملهوش برايفت تويلت، لكن ليه الدش زي ما انتوا شايفين قدامنا، ده الدش الخاص بيه، طبعا انتوا بتستخدموه بعد ما بتطلعوا من المية، والتويلت موجود لكن برا الشاطئ، مجرد بس ما بتطلعوا من بوابة الشاطئ اللي احنا شفناها في اول الفيديو بتلاقوا تويلت منفصل قدامه بالظبط على طول، وتذكرته بتكون 3 جنيه فقط. لكن الشاطئ التاني الشاطئ الخاص ده بيكون فيه تويلت على الشاطئ نفسه، يعني ما بتحتاجوش ان انتوا تطلعوا برا علشان تستخدموا تويلت منفصل، بتلاقوه على طول في الشاطئ، وبتكون سعر الدخول 150 جنيه للشاطئ، وبيكون مجهز بكل حاجة. وهو ده الفرق ما بين الشاطئ العام والشاطئ الخاص. وفي الفيديو ده كده نكون عرفنا الفرق ما بين شواطئ المعمورة، الشاطئ العام والشاطئ الخاص، من ناحية الأسعار، من ناحية تجهيزات الشاطئ، ونكون أخدنا فكرة كاملة بالتفصيل عن كل شاطئ. أتمنى الفيديو ده يكون عجبكم واستفدتوا منه. لو عجبكم الفيديو واستمتعتوا بيه ما تنسوش تدعموا القناة إيجي تورينا، وتدعموا الفيديو باللايك والشير، وتكتبوا تحت رأيكم في الكومنتس، ولو عندكم أي أسئلة أو استفسارات اكتبوا لي تحت في الكومنتس وهرد عليكم. وانتظروا إن شاء الله الفترة الجاية هيكون فيها فيديوهات أكتر مناسبة مع الصيف وعن الشواطئ وجولات كتيرة، فما تنسوش الاشتراك وتفعيل الجرس عشان توصلكوا كل الفيديوهات أول بأول. وانتظروا إن شاء الله حلقات تانية كتيرة عن أماكن سياحية حلوة في مصر. شكرا لمتابعتكم.
ثانية ليه بتلبس؟